اللي تصحب الغرف المهنيه واللي نشحوا باش يعاونونا كذلك باش اننا نوصل النتيجه المرجوه، لان الهدف ديالنا وهو خدمه هذه الاقاليم، خدمه هذه الجهه وخدمه الوطن، الوطن اولا كما دائما كان حزب الاستقلال. في نفس الوقت كذلك الهدف من هذا اللقاء كان هو تقديم برنامج حزب الاستقلال بالنسبه للجهه وتقديم المرشحين والمرشحه للجهه في الصعيد البرلمان. هذا اللقاء كانت فرصة أولا لتحديد تصور جهوي خاص، لأن اعتبرنا بأن من ضروري زيادة البرنامج الوطني المبني على تعاقدات ومواثيق مع الشباب، مع النساء، مع ذوي الإعاقة، مع المسنين، مع كذلك الطبقة الوسطى، مع العالم القروي ومع الحرفيين والمقاولين، أن نعمل على كذلك وضع تصور خاص للنهوض بهذه الجهة، خصوصا أننا نعلم بأن الجهة فهي تعرف تفاوتات متعددة، أن الجهة مع الأسف كذلك عرفت تطور ولكن لم يستفيد الجميع من هذا التطور، خصوصا المناطق الجبلية، والجهة تعاني كذلك من إشكالية كبرى ديال القنم الهندي وكيفية العمل على جعل هذه الزراعة قوة من خلال القانون الجديد لتقنين القنب الهندي اللي غيفتح مجال لتحسين اولا الدخل ديال الفلاحه من جهه، وثانيا لضمان ان تكون هذه الزراعه سيتم استثمارها بكيفيه قانونيه، وثالثا ان يكون هنالك تحويل هذه الزراعه على الصعيد هذه الجهه باش تكون مصانع خاصه في هذا المجال بالنسبه للادويه او بالنسبه لمواد التجميل. وكذلك اعتبرنا انه من ضروري ان يكون هنالك عنايه خاصه للبعد المرتبط بالصيد البحري، ان يكون هنالك عنايه خاصه للصناعات الغذائيه، وعندنا زواده اللي بغينا يكون فيها القطب الصناعي الغذائي في المنطقه، هنالك ما هو مرتبط كذلك بتنميه الشوره والمناطق القرويه، خصوصا بضمان الصحة وضمان التعليم في المستوى وضمان المرافق الإدارية الضرورية من خلال العمل عن بعد، ومن ضمان كذلك الصبيب والإنترنت على الصعيد كل جهة، وضمان كذلك ما هو مرتبط بأنشطة اقتصادية على الصعيد القرى باش أنه نقلصوا من الهدر ونقلصوا من الهجرة القروية من جهة، واننا نفتحوا المجال للشباب باش يلقاو كذلك فرص شغل في المنطقه، زياده عن كون ان يكون هنالك خطه خاصه للشباب في هذه الاقاليم لكي يكون لهم الفرصه للقيام بالرياضه، لتكون لهم فرصه للولوج الى الخدمات الثقافيه، وكذلك ودرنا واحد البطاقه خاصه للشباب باش يمكن يكون عندهم تخفيضات للولوج الى كل هذه الخدمات في مجال النقل او في مجال الثقافي والرياضي. واخيرا كذلك هنالك نقطه اساسيه بالنسبه لاقليم العرائش، وهي انه كما تعلمون هذا الاقليم فهو عنده مقومات هائله، ولكن مع الاسف لم تستثمر كما كان من الضروري ان يتم استثمارها. الشيء الذي هنالك معاناه في مجال البطاله بالنسبه للشباب، الشيء الذي الصناعه فهي تبقى محدوده في هذا الاقليم في الوقت اللي كاين مؤهلات كثيره في هذا المجال. في الشيء الذي جعل ان الميناء ديال العرايش عرف واحد التراجع مقارنه مع الموانئ الاخرى على الصعيد الوطني. ثالثا الشيء الذي جعل ان هنالك اشكاليه كبرى في مجال التجهيزات التحتيه بخصوص الصحه اساسا، ولذلك نحن نعتبر انه من ضروري ان نتجاوز هذا الصورة، أي أن الإقليم ديال العرايش تيشوف القطار السريع السرعة تيدوز منه ولكن ما تيوقفش عنده. هذا هو حال التنمية في الإقليم، ولذلك نحن جئنا بخطة ومن أجل تعزيز الفريق ومن أجل ضمان هذا الإقلال الحقيقي لإقليم العرايش باش يأخذ حقه من التنمية. شكرا. بطبعة الحال واليوم هو يوم مشهود، وأنه جهات الشمال تلتئم بمدينة العرائش وما أدراك من مدينة العرائش ببعدها النضالي والتاريخي والسياسي،
انه جهة الحمد لله جهة الامين العام الذي ترشح بهذا الاقليم الانتخابات النيابية اللي غادي تجرى ان شاء الله قبل بعد ايام. وكذلك كانت مناسبة لعرض البرنامج الانتخابي لا باختصار الوطني ولا الجهوي، وكذلك بانه الامن العام يؤكد لابد على الاشراك وعلى استغلال يعني الامكانيات المتاحه ديال ديال البلاد بصفه عامه، وكذلك خلقنا واحد النواه توازن ترابي بين مختلف يعني العمالات المكونه لهذه الجهه. إذن فهناك امل مفتوح وتفاؤل كبير بالنسبه لهذه الجهه، وكذلك ليس فقط على لهذه الجبل على صعيد الجهات الاخرى. والحمد لله انه الاشارات التي التقطناها ونلتقطها يعني كل يوم هو ان الحزب الاستقلال سيتبوأ المراتب الاولى، المرتبه الاولى باذن الله، بسبب يعني تضافر جهود ديال الامين العام بالدرجه الاولى وكافه المناضلين على صعيد الاقاليم المختلفه. اذا انطلاقا من اختيار الحزب لشعار الانصاف الان، وما ادراك مغزى ومعنى هذا الشعار، لانه فعلا انه المغرب يعني به خلل في مجال الانصاف، بمعنى انه المغرب في حاجه الى انصاف جماعي، الى انصاف ترابي، الى انصاف في جميع المجالات وفي جميع القطاعات، وخاصه في القطاعات الاجتماعيه، لانه المغرب من عيوبه الاساسيه هو انه كيعاني بواحد الفئويه، كيعاني مجموعه من الفئات العريضه من الشعب المغربي كتعاني من سياسه التيئيس والتسويف والتهميش بفضل يعني هذه السياسات اللي هي الضيقه التي انتهجتها الحكومه السابقه. وكذلك لابد من الاشاره بان حزب الاستقلال خاض التجارب، وهي التجربة الأخيرة ديال حكومة 2007 اللي خلات واحد الأثر طيب على أرض الواقع بتنزيل مجموعة البرامج التي تعاقد من خلال الأمين العام على الشعب المغربي من خلال القبة البرلمان، وأنه جميع المغاربة يحنون إلى ذلك العهد. ونتمنى إن شاء الله أن يوم 8 نهاية إن شاء الله أننا نحققوا يعني أمل المغاربة الذي يحن إلى الاستقلاليين والاستقلاليات في تدير شؤون الحكومة القادمة إن شاء الله. كنشكركم على هذه المبادرة، وفي الحقيقة اليوم كانت مناسبة بالنسبة للأمين العام والحزب أنه يقدم البرنامج الجهوي اللي هو داخل به الانتخابات ديال 8 شتنبر، في نفس الوقت تقديم المرشحين ديال الجهال على مستوى الانتخابات التشريعية، ولكن كذلك على مستوى الجهات وعلى مستوى الجامعة الترابية. هو برنامج مهم جدا، لأن يعني برنامج جهوي فيه جزء كبير من الأمور اللي عندنا احنا كذلك في البرنامج المحلي ديال مدينة العايش، وبرنامج اللي قوي جدا واللي يمكن أنه واقعي كذلك، اللي يمكن يتحقق طبعا في الولايه القادمه بالنسبه لنا كاستقلاليين اذا تحملنا مسؤوليه طبعا وثقوا فينا المواطنين. فعلى المستوى المحلي كنجددوا في البرنامج المحلي مجموعه من النقاط، من بينها محطه ديال القطار ديال محطه التوقف ديال القطار السريع في المدينه ديال العرايش، كذلك المنطقه الصناعيه بالنسبه للانشطه ديال الصناعات الغذائيه، ولا كذلك على مستوى الانشطه ديال اللوجيستيك. كاين واحد مجموعه ديال المشاريع، اعاده انطلاق ديال المشروع السياحي لكسوس اللي توقف لاسباب ولعراقيل كثيره توقف هذه السنوات ومتوقف، يمكننا انه يولي انطلاق من جديد. واحد المجموعه ديال المشاريع اللي غنخرجوا بها قريب ان شاء الله في اليوم الاول والثاني من الانتخابات، غنخرجوا يعني البرنامج الانتخابي على المستوى المحلي بكثير من التفاصيل اللي غادي نتابعوا عليها طبعا الناخبين والناخبات، واللي حنا كنتعهدوا على ضوء ذلك البرنامج اننا غادي ننفذوه مع المواطنين، وهذا هو التعهد اللي غيكون عندنا مع جميع الساكنين ديال العريش. فمدينه العريش طبعا ما خداتش حقها من التنميه ديال اللي كتعرفها جهه طنجه تطوان، على بعكس مجموعه ديال المناطق الاخرى اللي خدات حقها. العريش خصها تنصف في هذا المجال هذا
خصها تنصف ودابا الان يعني خصها تنصف ما تنتظرش مدينة عريش طبعا اللي بتاريخها بزخامها بمثقفيها بشبابها طموحين كامل انهم يتحقق على المستوى يعني يكونوا ممثلين على مستوى الجماعات المحلية وعلى مستوى البرلمان ممثلين مجلس قوي اللي قادر انه يرافع على هذه المدينة هذه وقادر يدبر الشأن المحلي بشكل قوي وكذلك يكون ممثلين على ممثل الممثلين ديالهم في الجهة والممثلين على مستوى طبعا البرلمان ممثلين قويين احنا كنقدموا اليوم فريق قوي كيتمثل في كيترأسوا الامين العام اللي هو المرشح البرلماني ديالنا وكذلك فريق قوي على مستوى المنتخبين ديال الجهه اللي كنقدموهم وعلى المستوى المحلي بالنسبه لمدينه العريش كنتقدموا امام الساكنه بلائحه قويه على لائحه ديال التغيير لائحه اللي يمكننا اننا نبدلوا بها بواقع العريش ما يمكنش نخليو الفرصه انها تفوت والساكنات يعني تخلي يتعاودوا نفس الوجوه ونفس الممارسات ونفس السلوكات ديال المجالس السابقه وشكرا. حزب الاستقلال اليوم عقد مؤتمر جهوي لجهه طنجه تطوان الحسيمه بمدينه العرائش وبالخصوص بالضفه الثانيه لنهر اللوكوس يعني قرب مدينه لكسوس العتيقه اللي هي المعلمه التاريخيه اللي كتجسد واللي كتمثل مدينه العرائش اللي كنفتخروا بها. كان هذا اللقاء لتقديم برنامج انتخابي لجهه طنجه تطوان الحسيمه. كان لنا الشرف اننا نحضروا اليوم ونتعرفوا على شكون هما المرشحين الجهويين في جميع الاقاليم يعني وقدموا راسهم. هذا البرنامج كيشمل جميع الجهه يعني الجهه في جميع المناطق ديالها واكيد العرائش لها حد ويعني مجموعه من البرامج اللي غادي يتم التنزيل ديالها باقليم العرائش واللي غادي تكون متنفس ان شاء الله جديد للمدينه وللاقليم ككل. كان اكيد بعض النواقص اللي هي متواجده وكاين بعض الفوارق اللي احنا كنشوفوها وكنتعايشوا بها الا ان هذا البرنامج جايب حلول ومشاريع اللي غادي يمكن غادي يخلي مدينه العرائش كترجع الاشعاع ديالها في الشمال كيف ما كانت جوهرة الشمال. الاقليم اكيد عرف الفوارق كثيره وكان خصو يكون فيه الانصاف. علاش اليوم حزب الاستقلال اختار شعار الانصاف والانصاف الان ليس فقط جهويا بل محليا عليها احنا خرجنا بلائحه محليه اللي كتمثل تلة من الشباب والنساء اللي هما وجوه عرائشيه اللي كيعرفهم الجميع يعني وناس اللي كيشتغلوا ماشي فقط في هذه المرحله ديال الانتخابات ناس اللي يمكن كيقدموا كل واحد في المجال ديالو سواء كانوا اطر كوادر او من المجتمع المدني. المرشحين في اللائحه ما هما جزء من مجموعة كبيرة من الإخوان الأخوات الاستقلاليين اللي كيشتغلوا خارج اللائحة واللي كلهم اليد في اليد غادي ينطلقوا خلال هذه الأيام إن شاء الله يعني من غدا غادي نبداو الحملة ديالنا باش يمكننا أننا نقدموا برنامجنا اللي خلال يعني بعد الساعات غادي تكونوا تعرفوا المحاور الأساسية اللي كتضموا. كان نكران الذات يعني الهدف الاساسي والرئيسي هي مدينه العرائش باش نقضيو على لوبيات الفساد اللي حنا كنعرفوا معظمها لان دائما كتكون هناك بعض الايادي اللي يمكن ما كنعرفوهاش ولكن على الاقل نحاربوا بعض الايادي والاسماء اللي كنعرفوها. يمكن اننا ما عندناش هذه العصا السحريه باش نجيو نبدلو ونقولوا غادي نخلقوا بمدينه ان نرجعوا مدينه العرائش من اجمل المدن ولا تكون هي المدينه الفاضله ولكن على الاقل غنكونوا ساهمنا في التغيير ساهمنا فاننا نقدروا نقدموا ما يمكن تقديمه بشرف بوجه نخرجوا به للشارع وحنا ما حشمانيش انهم يعني يكونوا اصابع الاتهام على واحد من الاخوان او الاخوات. وكنتمنى انكم انتم تعاونونا حنا بالاشتغال وانتم بالتصويت ما تكونوش عازفين على التصويت بالعكس هذه فرصه لكم يمكن جوج دقائق من وقتكم باش تمشيو تصوتوا ولكن غادي تكون على مدار 5 سنوات باش تقدروا انكم تقولوا ساهمنا في التغيير الإنصاف الآن.